ما حكم الغناء في الإسلام؟ الغناء كلام، الغناء كلام ما لم يكن مصحوبا ابتداء بآلات اللهو والعزف. الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. ماشي، أحب أن أؤصل بهذا التأصيل ابتداء، لكن أنا أود أن أقول بأن من يسأل هذا السؤال وبأن من يجيب على هذا السؤال ينبغي أن يكون واقعيا وأن يجيب بناء على ما يفهمه من واقعه الذي يعيش فيه. هذا الذي يسأل الآن عن الغناء، يا ترى عن أي غناء يسأل؟ لا يسأل عن الغناء الذي يصدع رؤوسنا ويدمي قلوبنا على شاشات الفضائيات؟ ألا أسأل عن الفيديو كليب الذي يحول الزهاد العبادة إلى فساق فجار؟ ألا أسأل عن هذه المشاهد الخليعة الماجنة التي يراها أي مسلم يكاد قلبه يحترق لو كان يحمل في قلبه ذرة من إيمان؟ من يقول بأن هذا الغناء حلال؟ من يقول بأن هذا الغناء الذي تتلوى فيه المرأة كالثعبان ويتلوى فيه الرجل كالمرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله أمام هذه المناظر الخليعة الماجنة، من يقول بأن هذا الغناء حلال؟ من يقول بأن هذا الفسق، الفسق الذي يقدم ويحول العباد الزهاد إلى فسق فجار، من يقول بأن هذا حلال؟ أي علم وأي دليل وأي تقوى وأي ورع وأي خوف من الله جل وعلا يحل به ويبيح به مثل هذا الذي يحول الزهاد العبادة كما ذكرت إلى فساق فجار؟ وبعدين ألم يقرأ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري؟ وبعضهم يزعم أن الحديث حديث معلق، ومعلوم أن معلقات الإمام البخاري منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، لكن الحديث وصله الإمام البخاري بشرطه، وصله الإمام البخاري بشرط، بل وصله غير ذلك، غير الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، والحرى يعني الزنا أو الفرج، الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. انظر كيف قرن صلى الله عليه وسلم بلفظ الاستحلال، يستحلون بين الخمر وبين الزنا وبين اللهو والمعازف، فهذا كله حرام بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم بغي أن يحتج علينا في مثل هذا بقول الإمام ابن حزم الظاهري، وأنا أقول والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم وأعي ما أقول والله الذي لا إله غيره، لو رأى الإمام ابن حزم وغيره من أهل الفضل وأهل العلم ما نراه الآن على شاشات الفضائيات والتلفزيونات، والله الذي لا إله غيره لبكى لبكى لبكى، وكررتها ثلاثا، لأنه لا يقول عاقل فضلا عن عالم بجواز هذا الغناء ثم ننظر بعيدا عن الواقع، ويعني نتحزلق ونتفزلك بعيدا عن الواقع الذي يسأل عنه السائل. حين يسأل والد من أولادنا أو بنت من بناتنا عن الغناء، فهو يسأل عن هذا الوباء وعن هذا البلاء الذي نراه الآن على شاشات الفضائيات بما يعرف بالفيديو كليب أو بغيرها من الأغاني المختلطة والسهرات المائنة الماجنة الهائجة التي تنتهك فيها الحرمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا يعني لا أدري بأي دين، يا أخي أنا لا أتكلم الآن عن علم ولا أتكلم عن أدلة، بس القلب محترق محترق ورب الكعبة. أي تقوى لله في قلب رجل يقول بأن هذا حلال؟ أي تقوى يا أخي؟ أي تقوى؟ أنا أسألك بالله، أسألك بالله، لو أنك جلست في محفل غنائك هذا أو حتى بلش في البيت يا أخي، في البيت وجلست خمس دقائق تشاهد أغنية من هذه الأغنيات الفظيعة الخبيثة، أنا أسألك بالله هل يزداد إيمانك؟ هل يتجدد إيمانك يا أخي؟ يا أخي أصدق يا أخي، يا أخي أنت في قلبك واعظ، نعم في قلبك واعظ، خلي يقول لك فلان أو علان ولو كانت عمامته على رأسه بصحن المسجد، يا أخي اطرح كلامه أو اعرض كلامه على كلام الله وعلى كلام رسول الله، ثم على هذا الواعظ الذي يناديك ويخاطبك في قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية النواس بن سمعان في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة. ما عرفش حضرتك متصور معايا المشهد ده، طريق وعلى كل جانب سور عالي، في كل سور أبواب مفتحة وكل باب عليه ستارة كده نازلة مرخية، وعلى رأس الطريق نادي منادي
عمال يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وفيه منادي آخر على الطريق على الصراط. كل ما رجل يريد أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة يشيل ستارة كده عاوز يدخل، المنادي اللي على الطريق يقول ويحك استنى هنا رايح فين، ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلجه. يعني لو فتحت وشلت الستارة ودخلت الباب ده هتدخل وهتلج. إيه الموضوع ده؟ يقول صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، محارم الله. طيب والداعي اللي فوق الطريق بقى اللي فوق الصراط اللي عمال بيقولك أوعى أوعى تفتح الباب ده خلي بالك لو فتحت هتدخل ولو دخلت هتغرق في بحور الشبهات والشهوات، الداعي ده هو مين؟ يا سلام. قال صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلب كل مسلم، تاني واعظ الله في قلب كل مسلم. فيه واعظ جواك، فيه واعظ في قلبك بيقول لك ده حرام استحي من الله. انت حضرتك عمال تسكتهم قالك كم سنة، عمال تكبت هذا الصوت مش عاوز تسمعه، كل ما يقول لك لا ده حرام، النظرة دي حرام، الكلمة دي حرام، الجنيه ده حرام، الساعة اللي انت عدة تتفرج على هذا الهراء حرام، انت عمال تكبت وتكتم هذا الصوت الحي في قلبك من هذا المنادي من هذا الواعظ في قلب كل مسلم، الى ان كتمت صوته مع له صوت عاد مع كل بينادي عليك ما عادش بتسمعه. ليه؟ لانك غلبت الهوى، غلبت الهوى وصار الهوى هو الذي يصرخ عليك وينادي عليك. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم الى اخره. فانا يعني انفعل جدا والله واكد يعني اخرج وانفلت حينما اسمع رجلا ينسب الان الى العلم يستفتى عن الغناء، والسائل لا يسال عن غناء في كوكب المريخ ولا في كوكب عطارد، وانما يسال عن غناء في كوكبنا. يعني صدع رؤوسنا واذى عيوننا وجرح قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أجمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقل. إن الغناء، الغناء الذي نعرفه، إنما هتيجي تحتج علي بقى أنا عارف حديث الجاريتين والله والله يحفظه وفي الصحيحين، هتحتج عليه شيخ بس أنتوا بتضايقوا على الناس ليه ودائما النبي عليه الصلاة والسلام سمع الغناء. يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله، كأنك عاوز تجيب غناء الجاريتين بنتين صغيرين في بيت السيدة عائشة بدون سهرات وحفلات وشباب ونساء وطبل وصمر في بيت النبي، بيغنوا البنتين بغناء يوم بعاث، غناء في حماس، عاوز تقول ان ده غناء يساوي الغناء اللي احنا بنسأل عنه؟ يا رجل اتق الله، والله العظيم ما في مخلوق هينفعك، والله ولا كرسي هينفعك ولا مال هينفعك. كن أمينا وأد ما أتمنك الله عليه من أمانة العلم. أنا أذكر نفسي بهذا وأذكر إخواني وأرجو، ولذلك أنا أرجو من إخواننا أن يعلموا أنه لو أنني قلت قولا بعض إخواننا قد يرى قولا آخر. أريد أن أحذر أي مسلم أن يدعي أو أن يزعم أو أن يعتقد أنني حين اخترت القول هذا الذي يخالف قوله أنني بعت ديني. لا يا أخي ما بعش ديني لليك ولا المليون واحد زيك، عمر ما بيع ديني عشان خطرك ولا عشان خطر أهل الأرض. فأنا عاوز أقول لما العالم يفتي بفتوى ابتداء إن كان من أهل العلم فيتق الله فيراقب الله فيعلم قدر الأمانة وثقل المسؤولية التي حمله الله إياها، ويعلم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فأنا أحذر نفسي والله وأذكر، بلاش وأحذر، لأننا لا أدعي لنفسي أنني أكبر ولا أعلم من إخواني ولا أحرص على الدين منهم، لكن أحذر نفسي وأذكر إخواني من أهل العلم أن نتقي الله عز وجل وأن نراقب الله تبارك وتعالى فيما نقول. ولا أستحي أبدا والله العظيم أبدا لو سألني الآن 10 من بين ما سألوا 100 من بين من سألوا وأنا لا أعرف أجوبة أسئلتهم، ورب الكعبة لن أستحي ولن أتردد أبدا أن أقول معرفش. الحلقة الجاية أرجع للكتب أشوف العلماء قالوا إيه،
ولا حاجة. واللي يزعل يزعل، ايه القضية؟ انما ديني انا، ماذا اقول لربي انا؟ فانا انصح نفسي وانصح احبابي واخواني وعلماءنا ومشايخنا الافاضل الاجلاء، يعني ان نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الامانة. وانا اقول والله احنا في فتنة، والله العظيم نحن في فتنة لا يعلمها الا الله. اسأل الله ان يعصمنا من الفتن وان يجنبنا الزيغ والزلل، وان لا يستخرج منا الا ما يرضيه عنا، انه ولي ذلك والقدر.